طيب اروح لكابتن حماده وناخد الموضوع من زاويه تانية. اللي حضرتك شفته من هذه الاربعه فرق اللي متواجده معانا كاضلاع للمربع الذهبي تكتيكيا داخل الملعب، هل حسيت باختلافات في افكار فنيه فعلا مختلفه داخل الملعب؟ شفت تدخلات من المديرين الفنيين في اوقات حرجه قدرت ترجع فرقهم للمباريات ولا لا؟ طبعا يمكن محمد انا هرجع بس للكلام او السؤال اللي انت سالته لوائل. الاربع فرق دول انا اعتقد ان هم اقدر فرق واللي قدموا فعلا مستويات ثابته طول البطوله، اثبتوا ان هم اقدر فرق ما عدا يمكن الدنمارك. الدنمارك على فكره مش قوه فريق دنمارك 2019 اللي اخذ بطوله العالم، لكن هو طبعا فريق يملك العديد من العناصر القويه اللي نقدر نقول عليهم ان هم من الفرق القويه جدا او ابطال العالم. لكن بقيه الاربع فرق السويد وفرنسا واسبانيا، اسبانيا بطل اوروبا على فكره اخر بطوله السنه اللي فاتت على طول، السويد من الفرق القويه اللي بتلعب هاندبول ويمكن فنيا عاليه جدا، وانا بعتبرها يعني اقوى دفاع في البطوله. المدرب بتاعهم سولبيرج اللي هو النرويجي يمكن من المدربين القلائل اللي غير في الفرقه وغير في مستواها وغير في شكل الفرقه عن بطوله 2019 في فرنسا. فرنسا طبعا انت عارف يا محمد نيكولا كاراباتيتش افضل لاعب في العالم مش موجود مع المنتخب الفرنسي، ودوت طبعا كل الناس شككت في قوه المنتخب الفرنسي، لكن طبعا جيلوم جيل المدير الفني لمنتخب فرنسا بصراحه عمل اداء مع المنتخب كويس جدا، كسب اول مباراه كانت ليه في المجموعه قصاد منتخب النرويجي كسبهم واخد النقطتين وقدر ان هو يكمل المجموعه بتاعته في سلام والدور الرئيسي بتاعه بسلام. وحتى دلوقتي الفرق اظن ان هو عنده اريحيه والطريق مفتوح له ان هو يرجع لقبه في 2017 لما اخد بطوله العالم. الفرقه دلوقتي فرقه فرنسا او المنتخب الفرنسي، انا مش عايز ادخل في التفاصيل قوي، لكن المنتخب الفرنسي من احسن الفرق. لا معانا وقت وهنتكلم في كل التفاصيل، عايزين المشاهدين يبقوا عارفين كل حاجه. بالظبط، من احسن الفرق اللي بتلعب هاندبول دلوقتي وخصوصا على المستوى التكتيكي. تتفرج عليهم بيلعبوا، عندهم اختيارات كتيره، تغلبوا ان هو ما يكونش نيكولا كاراباتيتش افضل لاعب في العالم موجود اللي هو السنتر هاف او صانع الالعاب، لا طلع فرق او طلع لعيبه كويسين برضو حلوا مكانه يعني. بالتأكيد.